السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العهد الجديد حبيت نعطيكم معلومة بالك ما تعرفوهاش. كاين دي ليفر في عدة مصالح أرشيف بفرنسا تتحدث على الادميسيون، يعني الناس سجلوا فيها الناس اللي تحصلوا عن الجنسية الفرنسية عن طريق حكم التجنس. هذو لي ليفر كاينين في عدة مصالح وتقدروا تطلعوا عليهم، كما كاينين في لي باز دو دوني، يعني عن طريق بوكو بليس لا باز دو دوني. مثلا بي ان دي اش عندها دي ليفر بزاف، ولكن في لي باز دو دوني كيفاه مخدومين هذو لي ليفر؟ تلقى لو نو لو برينو لا دات نيسونس لو ليو دو نيسونس لو جوجمون، تاريخ اصدار الجوجمون والمحكمه اللي اصدرت هذا الحكم. يلا نعطي لكم نموذج، باسكو درت اون دوموند دوتوريزاسيون بور كابتوري بور فير اون فيديو، عطاوها لي وسجلت لكم من مصلحه الارشيف طريقه او هذا الكتاب به يكون عندكم نظرة أوسع. والناس اللي ما وصلتش لهذا الكتاب وما قدرش تطلع في هذه الكتب باسكو كاين فيها المئات، معناتها ما داروش دي روشيرش. مادام ما وصلتش لهنا ما تجيش تقول لي يعني دار دي روشيرش، لازم تروح تحوس لي ليفر هذو، سي تري تري امبورطون. ما تقدرش تجيب اي دليل بلي درت لا روشيرش، بصح على الاقل يكون عندك اون كارت ليكتور. بون بي ان دي اش تقدر تجيب شكون ابل كما يقولوا الكارت ديكتور، كي تدخل داخل تقدر تطلب وثيقة باللي راك طالعت على الكتب المتاحة في بين دي اش الخاصة بشكون ابل لي جوجمون دادميسيون. يلا تشوفوا نوع هذه الكتب. دونك عندنا دي ليفر كما يقولوا، هذو سي دي ليفر وين حطوا اسماوات تاع الناس، وكاين منهم الاف وين تقدروا هذو صورتهم من داخل سيرفيس دارشيف، مي على بالي بلي واحد ما شافهم وعلى بالي بلي ما تعرفوهمش، ولذلك قلت نعتها لكم بيكون عندكم نظرة. نحلو البرمي ليفر فوالا نتبعو بان نقدروا الور فوالا ليفر هكذا لي بيان. دونك نحاول اني نكبرو شوية بان نقدروا نقراو اون بارتي فيه. الور كيما راكم تشوفوا هاوليك، دونك هنا واش كاين؟ كاين نوم برينون فيلياسيون ليو دات نيسونس ريزيدونس، قال هذا في بون. هنا ليو دات نيسونس ها هو وين زايد. الوغ نروحو لهنا قال بروفيسيون واش خدام، نروحو تريبينال و بروفونس دو جوجمون، يعني واش من تريبينال. هذا في بوجي، هذا في بوجي، هذا في بوجي، هذا في بون، هذا في بون، هذا في بون اوسي. الوغ هنا كاين دات جوجمون محطوطة على دات جوجمون، هذا تاع لاني 1927 كان 1930. نروحو نشوفو لو دوزيام مع بعض، بتاتر لو دوزيام يساعدنا. نزيدو نشوفو دوزيام في فوالا فوالا كيما راكم تشوفو كيف كيف نو برينو فيلياسيون ليو دو نيسونس. الوغ كبرو شويه باه يكون عندكم اوبسيرفاسيون ريزيدونس. هنا في اقبو كيما راكم تشوفو الكتاب راني يعني وضحتو، نزيد نصغرو باه تزيدو تشوفوه مليح. هادو لي ليفر إي فو فير دي روشيرش. هنا تقولوليش حنا درنا دي روشيرش ونتوما ما درتوش دي روشيرش في لي ليفر هادو. هادو كاين دي ميليا على كل حال، و جو سوي سيري سيرتان بلي نتوما كيما راكم واحد ما وصل ليهم وقدر واحد ما قدر يدير دي روشيرش فيهم. دونك إذا كان ماكمش واصلين لي ليفر هادو لازمش تقولو بلي حنا رانا نديرو دي روشيرش ولقيناه ما لقيناش. كي توصلو لي ليفر هادو ثاني سي بارمي لي كونديسيون لي بوسيبيليتي بور اوبتونير سكون ابل لو جوجمون. دونك فوالا هذا ثاني بون، راه زايد في بون. نزيدو نشوفو واحد اخر، نكبرو لاباج. هادو كيما راكم تشوفوهم انا سيدي ليفر قدم، مي لازم توصلوهم. لو كان ما توصلوهمش ما درتو والو، وزافي ريان في. فوالا هامليك سيدي ليفر بون، هذا في باري، هذا في كل واحد وين. على كل حال سي كونستانتين سم سامر سمار بون. شوفو نوتر كاين بوكو بلي صحاب بون صحاب جايا يا وين كاين لي جيستيس. على كل حال غيليزان ثاني كاين فوالا، هذا معمر مليح على ليست هذي. بوردادا محمد بن فوالا كيما راكم تشوفوا. على كل حال نو برينون فيلياسيون ليو دات نيسونس ريزيدونس بروفيسيون تريبينال وين دار لو جوجمون تاعو ولا دات. دونك بار ليست الفابيتيك لو كان تبعو هنا تشوفو هنا كاين لو سي لو دي لو او شاك ليست وحدها فوالا. على بالي جامي شفتو الكتب هذو،
هاكم شفتوهم اليوم معايا، وعلى بالي بلي واحد ما عنده الكتب هذو واحد ما يسمع بهم. الحمد لله راكم عرفتوهم معايا، ودونك حوسوا في الكتب هذو، سي تري تري امبورطون، تقدروا تلقاو اسماء ابائكم واجدادكم اللي داروا الجنسيه بطبيعه الحال. نقول لكم شكرا للمتابعه، واللي يحب يجي لعندنا مرحبا به. هاوليكم ارقام الهاتف في الشاشه كما راك تشوفوهم، مكتب الجزائر العاصمه كاين دو بيرو، مكتب بجايه، مكتب ليون عبر الفايبر ولا الواتساب. ما تنساوش الاعجاب لا استفدتوا من المعلومة اللي راني قدمتها، ما تنساوش جرس التنبيه باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش بارطاجيو لي لا فيديو الله يرضى عليكم، واللي راه جديد اول مره يشوف الفيديو ما تنساش تشترك باش يوصلك الجديد معايا ان شاء الله. وتبعوا معايا، هادو ما هم الا اسرار خفيفه، كاين الكثير من الاسرار اللي راح نقدمهم في المستقبل ان شاء الله. تحيه طيبه ونتلاقاو في ساعه الخير.